مدحت العدل، مدحت العدل كاتب وشاعر معروف وموجود ومحبوب وعنده مسلسلات كتيرة جدا. عامة مسلسلاته لازم يبقى فيها فكرة جديدة، لازم يكون فيها نمط جديد، حدوتة ساعات بتكون صادمة. يعني لو نفتكر مسلسلاته أو أعماله اللي قدمها، لا لازم يكون فيها شيء مختلف. المرة دي قرر إن هو يعمل حدوتة مش مختلفة كتير، إنما تفاصيل أحلى بكتير من أي حدوتة زيها اتحكت. قرر انه يبقى في كتير من المشاعر الصادقه موجوده على لسان ابطاله وفي ادائهم وفي تصرفاتهم وفي ردود افعاله. قرر ان هو يبين الشر في كل واحد فينا، ويبين الخير اللي في المحك ممكن يستخبى ويتدارى ويخاف. كل واحد فينا في لحظه الانتقام بينسى كتير من طيبته، وكل النقط السوداء بتطلع والنقط البيضاء بتستخبى. مدحت العدل عمل حالة خاصة جدا ورائعة جدا، سواء في الأغنية أغنية الناس العزاز أو في مسلسل الأعلى سعر، بمنتهى الإعجاب والمباركة والترحيب. برحب بالشاعر والمؤلف، مؤلف العمل دكتور مدحت العدل. مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا دكتور، هايل، ألف مبروك. شكرا جزيلا. اتفضل اتفضل. هنا زي ما انت عايز. ضحكت علينا يا مدحت العدل. ليه بس يا فندم؟ ابتديت مسلسل كده في الهادي وفي النام. مسلسل عادي يعني. طيب وغلبان. واحدة ست وجوزها حب عليها واحدة تانية. بس بسيط قوي. وبعدين بعد كده انطلقنا. اصل اقول لك ليه؟ ليه؟ كتابة للتلفزيون محتاجة حرفة جدا. ما تعملش فرقعة في الأول عشان مش هتعرف تكمل. فمحتاج ان انت تاخد الناس بالراحه وتبتدي تاخد تعلى تعلى تعلى، ما تعملش مفاجاه فرقعه في الاول وبعدين ينزل المنحنى. فدي يعني طريقه معينه تكنيك. مش انا مش بتكلم على الفرقعه، انت حاره اليهود حاجه مش استثنائيه. الدعيه مش حدوته استثنائيه. بالزبط. لا طول الوقت انت بتدور على حاجه مختلفه. المره دي قلت انا هبقى في العادي. هو ده هو ده يعني، ده فيلم يعني اتعمل 100 مره، نصف ربيع الاخر اتعمل 2500 مره. بالظبط كده. بس ربنا بقى تقولي. الحقيقة انه اداء الممثلين الكويس جدا خلى الناس يا اما تتعاطف معهم يا اما تكرههم بشدة. دكتور هشام واللي عمله دكتور هشام، وانا عارفة ان في ناس كتيرة قاعدين هنا ممكن يضربوا دكتور هشام. خليني استأذنكم بالراحة عليه. بالراحة عليه لانه هو نجم ساطع، ولانه ادى اداء رائع في المسلسل ده، وكان جزء كبير جدا من نجاحه الفنان الموهوب احمد فهمي. يا خاين بس زعلان مني. مبروك يا حبيبي، اتفضل. مبروك. كل البنات اللي في الاستوديو عايزين يعني وهم بيسلموا على احمد فهمي عايزين يقولوا يا خاين يا غدار يلي يلي يلي. ليه ليه بس؟ ليه؟ ليه بس؟ دي حقيقة. ده هشام مش على فكرة. ده هشام اللي بيتكلم. ده انت انت ده هشام اللي هو ليه بس ايه؟ لا هشام مش هيتكلم كده بالتواضع ده. لا لا بس هشام لا جواني قوي يعني. ما بيبي يعني ما بيزعقش كتير. بس لا شرير جامد. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. وافقت على طول على الدور ولا خفت على ال؟ لا خالص بالعكس. يعني اول حاجه ثقتي في دكتور مدحت وماندو واستاذ جمال العدل كمنتج كمان. احنا شغلنا مع بعض الدعايه قبل كده. فكانت التجربه الحمد لله كانت ناجحه. ف اول ما قريت الدور وكمان عرفت ان نيلي بطله العمل اكيد تحمست اكتر، وزينه اكيد، فوافقت على طول. يعني بالنسبه لي كان تشالنج يعني ان هو يطلع بالشكل ده، والحمد لله كان نجاحه كويس مع الناس الحمد لله. مراتك بقى الاولانيه جميله، راقصه باليه من الطراز الاول، ويمكن دي تكون اول مره في التلفزيون يبقى في البطله راقصه باليه وترقص باليه بقى، مش يعني مش يبقى يجيبوها في الكواليس. لا ترقص باليه بجد، ودي من اجمل المشاهد اللي كانت موجوده. صح. وواحد من المكاسب انه احنا اتفرجنا على نيلي كريم وهي لابسه لبس السوان. صحيح هي طلعت قبل كده مع خالد يوسف رقصه باليه، بس مش زي الكلاسيكيه الباليه اللي حصلت في المسلسل لأعلى سعر. رقصه باليه استدرت عطف الستات وكمان ضايقتهم قوي. انا كنت عماله اقرا الكومنتس التعليقات اللي من الستات، كلها كانت عماله تقول لها ما تنتقمي بقى، اتحركي بقى،
ستات كانوا عايزين ياخدوا لها بطرها من دكتور هشام. حالة كده من التفاعل اللي الناس بتنسى ان دي حدوتة. يعني الناس قاعدة عمالة تتخانق على الكومنتات كأنه الموضوع بجد. وما كانش الحالة دي هتوصل ابدا الا اذا كانت جميلة هي النجمة مرة تانية اللي بمواصفات عالمية نيلي كريم. مبروك يا نيلي. الله يبارك فيك. اول سؤال عايز اساله لكم جميعا، انتوا كنتوا متوقعين النجاح الكبير ده لاعلى سنه بصراحه؟ هي تجاوب. انا بصراحه ما اعرفش، انا عمري ما بدخل حاجه ببقى متوقعه لها اي حاجه، غير ان انا كان بالنسبه لي اول مره اعمل دراما عاديه. حتى دي كانت مشكلتنا يعني مع دكتور متحد، قلت له طب بص يعني هنعمل ايه، لان انا يعني كل مره بعمل كيس حاجه. صح. المره دي هي ست عاديه جدا، ما فيهاش اي ست عاديه، بس هي حاجه الوحيده هي بترقص باليه. يعني دي يمكن كان اقتراح من عندي شويه، فقلت طب ليه ما اعملش ان انا راقصه باليه. امال هو كان عاملها ايه دكتور مدحت العدل؟ لا يعني احنا لسه في البدايه خالص، احنا كنا بنتكلم يعني ايه الشخصيه، ابعادها ايه، بنتكلم في ايه، فدي حاجه الوحيده يعني. كانت الاول بس سوري يعني اللي نجمه تخلت عن نجوميتها في سبيل راجل. نجمة تبقى مغنية ممثلة تبقى، فطبعا الأقرب ليها أنها تبقى راقصة باليه. مش هطلع مغنية يعني بأني ما بعرفش أغني، فاقترحت حتة الباليه دي. وبعد كده بقى بصراحة الدكتور مدحت صدمني، يعني أول لما قريت إن هي بتتنقب بعد كده قلت له ليه يا دكتور تعمل فيا كده ليه؟ قلت له يعني هي ناقصة؟ قلت له يعني ده أنا عايزين نعمل مسلسل فيه بهجة، عايزين نعمل مسلسل درامي لطيف. قال لي لا مالكيش دعوة. بس فأنا حتة النقاب دي صدمتني دراميا وكل حاجه، بس هو لقى لي مبررات ليه كتير. خفتي من حساسيه الموضوع يعني؟ لا فهمت هنا ان انا هضطر امثل. اول لما ابتديت اقرا المشاهد بقول له حرام عليكم بجد يعني، طب حاجات فيها ضحك اكتر. هي مش عايزه تخرج تخش جوه قوي اطار ان الناس تبقى مكتئبه والناس مش عارف ايه وبتاع وكده، وانا كنت مصر انها تبقى كيس عاديه زي الشبه اللي بنشوفهم. فهي فنانة وممكن تبقى تتنقب وتقلع النقاب، وممكن تحب وممكن تزعل وممكن تضحك. يعني مش معنى ان هي عملت ادوار مركبة قبل كده ان انا اروح قالب الناحية التانية فتبقى حمادة سلطان وتقول نكت. يعني الكونتراست ده ما كنتش فاهمه. فقلت لها انا عايز اقدم مسلسل طبيعي من حياة الناس، اجتماعي جدا. وطبعا يعني انا كنت متوقع انه ينجح، وانا رحت لها قلت لها ان شاء الله يوم 15 رمضان هنفطر سوا وهفكرك المسلسل ده هيعمل ايه. هو بصراحه دكتور مدحت طمني، قال لي ما تقلقيش خالص، قال لي يوم 15 رمضان ابقي كلميني. مع انه برضو انا كنت لسه بقول في المقدمه انه ايه، اول وتاني وتالت يوم كان في يعني كان في زحمه وحاجات كتيره جدا، وكان لاعلى سعر ماشي بالراحه كده وبهدوء اتسرسب يعني. بعد كده انطلق انطلاقه صاروخيه يعني. البدايه ما كانتش بتقول انه هيكسر الدنيا كده. هو بس اولي انا بقول كده لان الناس قوي جوه البيوت بتحب المسلسلات الاجتماعيه، وبعدين طول ما بتراهني على الستات انت كسبانه كسبانه يعني راهني على الستات هتكسبي. فانا قلت لها احنا بنقدم مسلسل للستات، والحدوته دي بتحصل كل يوم، حدوته صاحبه اللي تخطف جوز صاحبها والخيانات ده بيحصل كل يوم. طبعا ما كنتش متوقع النجاح الكبير ده يعني أوي. قلت على الاقل احنا هنبقى من المسلسلات الناجحه يعني، فاهمة الناس هتتفاعل، لكن النجاح بهذا القدر ده ربنا يعني. طيب أنا هستأذنكم قبل ما ندخل في تفاصيل المسلسل، أنا عايز أسأل كده إنسانيا واجتماعيا، لأن كل واحد في اللي قعدوا واتفرجوا على المسلسل كان له رأي في جميلة وفي هشام وفي ليلى وفي مخلوف وفي كل الناس. أنا عايزة أسأل بشكل واضح، أحمد فهم، أنت مين الشخص اللي كنت متعاطف معاه ومين أحقر شخصية في المسلسل؟ مش كبني آدم طبعاً، كدور. أنا كنت متعاطف مع جميلة أكيد، وضد اللي حصل لها بكل مش لاقي مبررات لهشام يعني. لا يعني حتى المبررات اللي الناس بتشوفها ساعات بشوفها أقراها على السوشيال ميديا لهشام إن هي ما خدتش بالها من نفسها أو هي مش عارف إيه، أنا بحس إن دي كلها مبررات واهية من وجهة نظري أنا الشخصية يعني. ان هو كان معاها في مرحله التغيير كلها. والله يعني انت تستاهل سقفه جامده جدا. آه
انا مقتنع بده مليون في المية. اصل عارف ساعات الواحد لما بيمثل دور بيلاقي له مبررات كده ويتعاطف معاه. انت واضح لا لا يعني انا اكيد وانا بعمل الكاركتر كنت لاقي له مبررات يعني يعني يمكن حتى المشهد اللي في حلقة 8 مشهد الألم ده انا يعني المشهد يعني هو ده فيه فكرة هشام هو بيفكر ازاي هو منطقه ايه في الحوار نفسه يعني في المسلسل كله ان هو بيلاقي لنفسه ان انت اتغيرتي انت اللي بقيتي واحده ثانيه لو بصيتي لنفسك في المرايه مش هتعرفي نفسك انت كنت معايا في كل حاجه دلوقتي انت فين انا ما اتجوزتش على جميله بتاعه دلوقتي اتجوزت على جميله بتاعه ما اتجوزتش على جميله بتاعه زمان اتجوزت على جميله بتاعه دلوقتي فده منطق اللي انا شغال عليه طول المسلسل ان هو بيلاقي لنفسه مبرر ومن حقي ان انا اعمل كده اكتر الشخصيات يعني انت كشخص كاحمد فهمي لما تشوف حد زي هشام ده يقع من نظرك تتضايق منه تخصمه في الحياه يعني اقفش عليه يعني لو انا يعني انا كنت شايف مثلا ان حتى الوحيد اللي وقف معها ابوها بس ابوها راجل محترم برضو في النهايه يعني انا لو مكان ابوها انا كنت ضربته مثلا واللي يحصل يحصل لو مكان ابوها لو مكان ابوها مخلوف يعني لكن هو كان راجل محترم وفي النهايه ما حدش وقف معاها يعني طيب وتشوف في نموذج ليلى اللي قدمته وزينه في الحقيقه يعني انت تشوف لو في ست زي كده تكشفها بسرعه ولا لا يعني لو انا يعني انا بشوف ان هشام مش مغيب في بعض الاحيان يعني او مش مغيب هو 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 برضو في حتت كده كان يعني يمكن دكتور مدحت كمان يحط يعني تبقى معايا في الحته دي يعني ان انا كنت بشوف هشام سمارت زياده بمعنى ان هو انا شايف ان ده شغل ستات فانا يعني تمام انا عارف انا عايز ايه في النهايه حتى لو كان عارف ان ليلى بتضايق جميله في حاجات بالظبط هو عارف هو عايز ايه وعايز يوصل من فين لفين فمش فارق معاه كل الحوارات دي يعني الناس بتقول ازاي ما اكتشفتش ازاي ما شفتش هو حتى لو اكتشف هو مش فارق معاه هو عارف هو عايز ايه من دي او من دي لا عجبتني يا احمد يعني يعني تمام طيب اكيد نيلي وصلك لقيت ناس كده بتتكلم يعني كمان يعني ناس مش ما لهمش اي علاقه باسره المسلسل او لهم يقول لك لا ده دي قصه حياه نيلي كريم ما اعرفش ليه قالوا كده لا خالص يعني في ناس قالت ان انا نفسي ما اعرفش قصه نيلي كريم انا على فكره نيلي اشتغلت 4 سنين مع العدل جروب انا اول مره اشتغل معاها كمؤلف واحنا بقينا اصدقاء اصلا بعد المسلسل يعني انا لا عمري قعدت مع نيلي ولا عمري اعرف اي حاجه عن نيلي البيرسونال يعني محدش يعرف تفاصيل حياتي خالص غيري يعني انا نيلي الفنانه الجميله اللي انا بحبها في ذاته وبحبها بكل اعمالها بس ما اعرفش اي حاجه عن حياتها الشخصيه اطلاقا على فكره طب ليه الناس قالت كده يا نيلي ما اعرفش يعني مش عارف يمكن عشان حته الباليه بس ربطوا يعني يمكن دي الرابطه جت من هنا لكن احتمال على فكره احتمال عشان طلع راقصه باليه فربطوا بين ان نيلي راقصه الباليه وجميله يعني احتمال كده يعني طيب مبدئيا لازم تقولي جمله واضحه كده واضحه انه لا دي مش قصه حياتي انه ما اعرفش ليه عمال الموضوع يتصاعد لا انت قلتي كلمه حلوه كمان شويه ان دي قصه حياتك اصعب من اللي حصل دي مش قصه حياتي خالص انا قصه حياتي اوحش من كده لا لا لا, لا. اوعي تقولي كده يا نيلي لا بس هي يعني هشام ده غلبان على فكره ده ولا حاجه شفت غلبان جميله اللي بتقول مش شوف ليه غلبان ليه شايفه هشام غلبان ليه يا جميله جنب اللي شافتهم في الواقع يعني عايزه تقول كده لا لا مقارنه بالحقائق يعني او الرجاله اللي بجد سيبك لا انا مش بتكلم على المسلسل انا بتكلم على المواقف اللي بتحصل في الحقيقه في حاجات اوحش من كده بكتير بكتير فهي مش فكره الخيانه هي فكره المعامله وفكره الاشخاص وفكره الظروف يعني حاجات كتيره قوي انت لو تسمعي قصص ناس حقيقيه بقى سيبك من التمثيل في حاجات بتبقى اللي هو ما تصدقيش ان ده ممكن يحصل بين اتنين بينهم عشره يعني وده بنقراها في الجرايد يعني فعشان كده بقول لك المسلسل ده خفيف 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 طب انت كنت يعني متعاطفه تماما مع جميله ولا برضو شايفه ان هي غلطانه في حاجات متعاطفة مع جميلة ولا غلطانة لا يعني في حاجات كنت متعاطفة بس يعني في حالة جميلة هي كان عندها هي حد أنا شايفة ماشية كده بسجيتها زي ما بيقولوا ومش حاطة في اعتبارها أن في ناس ممكن تخطط بشكل شرير وجهة نظر أنا مش غلطانة بالإطلاق يعني أنت لما بتقدم لحد كل التضحيات وتتخلى عن طموحك المهني ونجوميتك عشان تخلق إنسان من تحت وتتحدي عيلتها العيله كلها كانت رافضه هشام وهي اللي وقفت جنبه وانا قصدت اعمل مشاهد انا منذ وهي حامل
وسالوبيت بتدهن له العياده وجايبه له العياده على حسابها. وخدي بالك لما السمسار قال نكتبها باسم مين، هي ما فكرتش قالت باسم الدكتور هشام. قد كده كان عندها تضحيه وقد كده فلم تكن تتخيل ان هذه التضحيه مش بس تضحيه بيسموها ايه، ومش بس مش مديها اخوانا، هي يعني معطاءه. هي هو شخصية هو معطاءه، فمش متخيله باي حاجه بينها وهو بجوزها. كمان شخص هو ما خدش وقت عشان يسقط، هو قابل للسقوط. يعني انا كان ممكن جدا اعمل ثلاث حلقات ليلى بتحاول تعمل معاه اغراءات وهو يصدها، لا بالعكس ده هي حطت ايدها عليه خلاص الليله خلصت. واخد بالك دي كده سهل يعني، ما خدتش منك يعني ما خدتش منك غلوه. انت خدت منها غلوه على خالص. بس ده خلينا نقول ان ده مش ده ظروف المجتمع الذكوري الشرقي اللي بيبيح للراجل. هو نفسه حتى بيقول لهم انا عملت ايه بره الدين. يعني الموضوع بقى هنا مش دين، الدين ما بيقول لك ان انت تبقى محترم، والدين بيقول لك ان انت الست اللي وقفت جنبك تقف جنب. الدين مش بيقول لك ان انت من حقك ان انت تتخلى عن الست اللي عامل كده لانك ليك مزاج تتجوز واحده تانية. فهو هنا حتى الفهم الخاطئ للدين والفهم الذكوري للمجتمع ان الراجل من حقه يعمل حاجه والست ما تعملش اي حاجه، هو ده انت ده ادانه للمجتمع. مش هشام تحديدا، هشام ابن مجتمعه، هو مولود كده، مولود في مجتمع بيقول ان الراجل من حقه يعمل كل حاجه والست مش من حقها تعمل. ان الراجل من حقه يبقى ندل. بالظبط كده. يعني اصل هو الموضوع في نداله. والله العظيم. ويقول لك شوف الامثال اللي بنقولها، ما دام الراجل جيبه تمام يبقى مش مهم يتجوز 10. كان الست دي ما عندهاش مشاعر، ما عندهاش احاسيس، ما عندهاش. ده مجتمع، مش هشام ابن مجتمع. لا بس برضه ليلى مش سهله. يعني انت رسمت شخصيه واحده أفعوانية. يعني حاجه وما بتترعش وهي بتعمل قول اي حاجه، عارفه طريقها وعارفه سكتها وما بتمثلش. وبعدين عايز اعرف مين بقى اللي شار عليك كمؤلف الرسائل الكياده اللي كانت بتبعتها الواحد هو بيتفرج؟ كان بيحس ان هو متغاظ يعني. يعني على فكره انا دايما بتفرج على الدراما بمسافه، بس كنت ببقى متغاظه جدا من ليلى دي، مكايده يعني على اصولها. مره بالهزيمه ولو لمره واحده في حياتك. عايزه مني ايه يا زباله؟ ما قلنا بلاش قله ادب. وبعدين انت كمان زباله ولا نسيتي نفسك؟ تحب اقول لك انت خدتي مني كم واحد كنت بحبه ولا نسيتي تاريخك الاسود معايا؟ انا فاكراه كله وممكن اقولهم لك، نسيتي محمود وتامر وابراهيم. اقول لك كمان اصل القايمه بتاعتك طويله قوي. ولا تحبي بقى بقولها لجوزك اللي فاكرك يا حرام ملاك وفاكر النقاب اللي انت لابساه ده اللي انت مستخبيه وراه انتي ست محترمه؟ يا بنتي روحي اتعالجي، انتي واحده مريضه نفسيا. انا مريضه نفسيا وانتي كمان مريضه نفسيا، كلنا وحيد. انا هعرض عليكي عرض، فكري فيه بهدوء وردي عليا. ايه المشكله لما خدت جوزك؟ انا ما خدتش منك حاجه كبيره قوي كده يعني. وبعدين انا مش عايزاه يطلقني ولا يعني. عايزين نعيش احنا الثلاثه مع بعض، نعيش في هدوء ومن غير مشاكل. فكري في العرض ده وردي عليا، عشان اللي انت عايشه فيه ده كتير قوي عليكي بصراحه. الخير ده يكفي ناس معاكي. انت ليه انانيه كده؟ انا مش فاهمه. وبعدين انت عملتي ايه في حياتك عشان تاخدي كل فرص الدنيا وما تسيبيش حاجه لحد؟ لا ولا حاجه. اشمعنى انت اللي بتغلطي ومحدش بيحاسبك؟ انت واحده حقيره. بطلي قله ادب بقى واحترمي نفسك. صحيح، في حاجه كمان عايزه اقولها لك عشان نخلص بقى خالص. فاكره موضوع ابوكي بتاع الاسم لما ما سافرتيش؟ انا بقى اللي كنت مدبره الموضوع ده كله. انت زباله. تسمح لي بالرقصه دي يا دكتور هشام؟ يا بختك يا اتش. اكيد طبعا. مراتك هتموت من الغاز. سيبك تمام. يا سلام، انت بقيت جامد قوي طول عمري. بقول لك انا كنت بعتلك مع دكتور عتمان تقول حالا بقى بتوصل لك. موضوع عشان نرجع لبعض يعني. اديك خفت. انا خفت ولا حاجه. رايك ايه طيب؟ سيبني افكر.
بس عايزه اقول لك حاجه، انت ما خدتيش بالك هي ليلى بتحب جميله؟ محدش طبعا هتتصدموا من كلامي، بس لو تفتكري موتسارت وسالييري اللي هو كان يعني بيحبه من كتر ما بيحبه خد شخص يعني عايز يبقى هو. اقول بس للناس الجمله عشان الناس تبقى فاهمه، موتسارت كان عبقري جدا، حظه انه وقع حظ واحد تاني موسيقار عاش في نفس الفتره اللي هو سالييري ده، كان عبقري بس اقل بكتير جدا من موتسارت. فسالييري ده كان بيتجنن من عبقريه موتسارت بس بيحقد عليه لان ربنا ما ادالوش نفس الموهبه، فبيحبه وبيكرهه في نفس اللحظه. ده اللي يعني فهي نفس الحاجه الليلة، لان هي مرات كتير قوي بتقول ما خلينا نكون صحاب، ويعني كان في مشهد بتاع المحكمه ده اللي انا بجد يعني فاهمه قلت لها حته، قلت لها لا ده انت مريضه بجد ما كانتش موجوده في المحكمه بتقول لها فيها. انا ما كنتش شايفاها صحوبيه، كنت شايفاها كيد، هي بتكيدها زياده يعني، هي عايزه تقول لها لا مش صحوبيه بمعنى، بس هي عايزه اللي عندي. في ناس كده تبقى عايزه البلوزه بتاعتك، عايزه مكانك، عايزه بيتك، عايزه يعني كل حاجه انت فيها. بس ده مش حب يعني، انا لا مختلفه معاكي، مش قصدي حب بس هو يعني هي يعني عايزه تقول هي شخصيه يعني معقده، يعني هي نفسها شخصيه معقده نفسيا. انت طبعا مش قبل اي تعاطف، مش هتحب حد، هي لا مش لا انا شايف ان هي شخص الـ 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 الشر فيها كبير، الحقد فيها كبير. انا معترض على منطق نيلي ان هي بتحب جميله، لا هي ما بتحبش حد خالص. مش اللي زي اللي زي ليلى نيلي يعني ما بتحبش حد خالص، عشان حتى كده انا مستغربه كانت معاملتها للبنت الصغير شوشو، لان لو الواحد شويه بيقرا شويه سايكولوجي هيفهم ان اللي زي دي بجد ما ينفعش، ما تعرفش تحب. اقول لك ليه بتحب شوشو؟ لان هي شوشو، عشان هي متخلفش، عشان هي شوشو، عشان هي ابوها وامها اللي حصل بينهم هو اللي حصل بين جميله وهشام بالظبط. هي كانت البنت دي اللي ابوها ما بقاش موجود فجاه خلاص وحصل في خصام، فهي شبه شوشو وهي صغيره. منطق. طيب احنا بعد الفاصل هسال ناس عن تعليقاتهم على الأدوار، يعني سواء كان دور جميلة أو ليلى أو دكتور هشام، أو أكتر مشهد يعني حسيتوا فيه أن أنتوا متفاعلين جدا مع المسلسل ده وعايزين يا إما تروحوا تأيدوا أو تضربوا الممثل اللي قدامكم. خلينا نرجع لكم بعد الفاصل. راجل ومراته بيتكلموا، انت ايه اللي حشرك؟ راجل ومراته الاولانيه بيتكلموا فمراته الثانيه بترد عليه. فكره سي السيد دي هي منظومه غلط، في ناس تقرر ان هي ترد الضرب. ليه لا؟ انا من حقي اعمل كل حاجه. بصي طول ما انت بتحبي هتسامحي، يوم لما انت مش هتسامحي يبقى معناها ان انت مش بتحبي. ما بحبش الانتقام خالص. وفي لحظه هو بيقلب الترابيزه وبيقول لها ان انت كلك غلط. اول ما دخلت راحت شتمان يا عطول. مالك؟ مالي؟ جاي دلوقتي ممكن اقول حاجه بما ان انا المؤلف. بعد المشهد ده والحلقه قفلت لقيت كل الناس بقى كل يوم بعيط بسببك، كل يوم بعيط بسببك.